من جدة معي عبر الهاتف دكتور هاني الغامدي، المحلل النفسي والمتخصص في الدراسات والقضايا الأسرية والمجتمعية. دكتور هاني، دكتور معتز الخبير في مكافحة الجرائم الإلكترونية، تحدث عن عامل الفضول وهو الذي يدفع، من أبرز ما دفع المراهقين لهذه اللعبة. ما العوامل الأخرى دكتور هاني المتعلقة بنفسية الشباب هؤلاء؟ أهلا بك سيدة ميسوم وبكل المشاهدين والمشاهدات الكرام بقناة الآن. أهلا وسهلا. أهلا بك. الأمر طبعا زي ما تفضل دكتور، ما شاء الله عليه ما قصر في شرحه بكافة الجوانب. أيضا هناك نقطة مهمة في هذا الجانب وهو عملية الهيرو، عملية البطل. والبطل هذا لما يكون قدوة عشان أنا أمثل هذه الكينونة أو هذا البطل، فبالتالي حينما يتحول الأمر إلى أنه أنا سأصبح البطل، فيقينا سيتحول الأمر بالنسبة لي أنا إلى تحدي مع الذات. صحيح، وهذا ذكر دكتور معتز بأنه بالتحدي، أنه دايما تحدي الشباب المراهقين أنه من سيصل إلى المرحلة متقدمة أكثر من الآخر. ما العوامل الأخرى؟ هل من عوامل متعلقة أيضا بالأسرة؟ دكتور هاني عادة غير موضوع عدم الرقابة على أطفالهم وعدم ملاحقتهم. هي بس موضوع القدوة سيدة ميسون هنا هو ليس فقط أنه أنا أكون ذاك الشخص اللي بأتحدى مع آخرين في موضوع التساوي لهذه المرحلة من البطولة لو جاز التعبير، إنما أنا سأتحول إلى بطل. وهذا هو الإشكالية الكبيرة في المفهوم النفسي يلي دخل فيه عمنا فيليب هذا، واللي اخترع اللعبة بهذه الخبث حقيقة. وهناك أيضا أمور كثيرة أخرى نستطيع الشيء بالشيء يذكر، مما يجعل على سبيل المثال مما نتحدث دائما عن موضوع الانحراف الفكري والشباب اللي بينخرطوا في بعض الأمور الخاصة بالانحرافات الفكرية، أيضا هي فيها جزء كبير من تحويل الشخص إلى بطل، وبالتالي عملية الاستحواذ على هذه اللذة أو على هذا الإحساس هو المعول الأساسي والأول في موضوعنا اليوم. موضوع الرقابة أكيد طبعا تحدث به دكتور معتز، وأيضا هي حقيقة أمر وعليك question mark كبيرة جدا وعلامة استفهام كبيرة. كيف لي أن أكون أب أو أم موجود معي أطفال أو مراهقين وما عندي أي فكرة عن اللي حاصل فيما بينه وما يتعاملون بيدهم في موضوع الأدوات السوشيال ميديا أو خلافه. وهذا أمر عجيب حقيقة، أنه لهذه الدرجة إن شخص ممكن يجلس شهرين تقريبا بيلعب لعبة مثل هذه وما في أحد سأل هو إيش بيلعب لمدة ساعات طوال أو من أي من الأمور اللي حاصلة أو اللي قائمة في بيتي، هذا السؤال يحتاج إلى إجابة. إذن بالتالي التوعية والتوجيه ليس للمراهقين والأطفال إنما للآباء والأمهات. هي تحتاج لفترة طويلة للوصول إلى المراحل الأخيرة، مراحل انتحار هذه اللعبة. صحيح، ولكن أيضا هناك مراحل وهناك في أمور كثير طلبت أثناء الخمسين يوم هذولي، فهو وين كان الأب وين كان الأم؟ مثل ماذا؟ ما هو لنفسر أكثر، لأنه البعض يعني حتى من الأهالي ربما يقول بأنه سيقول الآن أنه الكل يلعب على الإنترنت، كل الأطفال والمراهقين طوال الوقت للأسف في هذا الزمن، أنه مش ممكن كل دقيقة أكون عم بشوف أي ألعاب أو تطبيقات هي التي يلجأ إليها الأطفال. مش كل دقيقة ميسون، عفوا، يعني من ضمن احد المراحل اعتقد المرحلة ال 28 او ال 30 هي عملية النقش على اليد باخراج الدم بسكين او بنصل. طب انا هل يعقل انه انا بدي ابني ناقش على ايده رسمة حوت دموية ما بشوفها؟ يا عمي فين جالسين هذول اصلا؟ ففي اشياء غير منطقية زي ما تفضل الدكتور برضه، في عندي كثير من الامور الاخرى والعاب اخرى لها متطلبات مثل لعبات كانت زمان اللي هي لعبات التحدي يلي بيروح مثلا واحد بمقلب الثاني بياخذ منه شغله ولا بيسرق منه حاجه، ولو انه يعني اخلاقيا سلوكيا هي غير سليمه، لكن الان اللي بيطلب مني هذه الشغلات هو شخص خارج اطار الاسره، شخص ما بعرفه، بيروح يصور كريدت كارد او بيسرق مال او بيتحدى انه، وكان في احد اللعبات على فكره انه يروح يؤذي او يخيف احد الاشخاص، فحقيقه هي كلها تصرفات واضح جدا انه في قصور في موضوع المراقبه وموضوع الاهتمام بابنائي داخل بيتي. صحيح صحيح، واضح وصحيح 100%. يعني انا بس كنت احاول نقل ما يمكن الاهل ان يسالوه، خاصه من يريد ان يبرئ نفسه اذا صح التعبير من موضوع المراقبه هذه. علاقه المراهق هذا باسرته الى اي درجه تشكل عاملا، غير موضوع الرقابه ايضا تشكل عاملا بالاستهتار وبالذهاب لأبعد الحدود بهكذا ألعاب؟
خطرة. وايضا برضه سيده ميسون انه انا لابد ان يكون عندي الوعي الكافي بنو واتس جوين اون اراوند مي، يعني بمعنى انه انا لازم اعرف ايش اللي حاصل حوالي انا كأم وكمربي. مو معقوله انه انا اكون عايش في عالم اخر مختلف بعيد. صحيح طبعا. يحصل على الانترنت. انا اقصد لدى المراهق، يعني هو كيف يؤثر هذا سلبا؟ يقينا انه حيأثر عليه، لانه هو اصلا سيستقي سلوكيات من خارج اطار الجزء التربوي اللي موجود هو فيه والبيئه الحاضنه. اذا انا عندي دبل لايف في الحاله هذه، عندي حياه امام او ابوي وامي، وعندي حياه خارج عن الاطار الخاص بالاسره، وبالتالي انا لي دبل بيرسوناليتي في الحاله هذه. وهذه صحيح شخصيه مزدوجه، وتراكميا هي ستؤدي الى ان يكون هذا الشخص غير متزن في قراراته، ويقينا غير متزن على المستوى النفسي والعقلي. انا اشكرك جزيلا دكتور هاني الغامدي على هذه المشاركة معنا، المحلل النفسي والمتخصص في الدراسات والقضايا الأسرية والمجتمعية. شكراً.